السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات باك فاسيل بارتي 14 شيمي اون سوليسيون. غادي نتعرفوا على شنو هما لي سيل. اذا لي سيل او بيان الاملاح اون شيمي لا ديفينيسيون ديالها اون جينيرال كيتكونوا من ايونات بوزيتيف بلس ايون نيجاتيف. اذا هاد لي زيون بوزيتيف او بيان هاد لي زيون نيجاتيف خصهم يكونوا باستثناء H3O بلس اي او H-. اذا مثلا عندي الملحه اللي معروفه بزاف هي NaCl كتكون من Na بلس بلس Cl-. يعني ملي كتكون في ليطا سوليد كتكون بهذا الشكل، في ليطا ليكيد ملي كتكون لا ديسوليسيون كيتكونوا لي ليزيون بوزيتيف ولا ليزيون نيجاتيف. ماشي هو الوحيد اللي كاين في الكون عباره عن الاملاح، هناك العديد من الاملاح اللي كنقولوا له حنا لي سيل مينيرو، يقدر تكون اورغانيك، يقدروا يكونوا لي زيون بولي اتوميك او بيان مونو اتوميك اكسيتيرا. بون في الفيديو ديالنا ان شاء الله غادي نتعرفوا على 4 كا: سيل اسيد فور اي باز فور، سيل اسيد فور اي باز فيبل، سيل اسيد فيبل اي باز فور، سيل اسيد فيبل اي باز فيبل. يعني حيت في نهايه المطاف هاد لو سيل غادي نتعرفوا عليهم انهم كتكونوا من لي ميلونج ديال لي اسيد افيك لي باز. اذا باش نقدروا نفهموا اون جينيرال هنا غادي نبداو المثال الكلاسيكي ديالنا اسيد فور اللي هو HCl و باز فور اللي هو NaOH. اذا ملي هادو معروفين بزاف، ملي كنديروا لي ميلونج اش كنحصلوا؟ كنحصلوا على NaCl و كنحصلوا على H2O. متفقين؟ هذه معروفة بزاف. إذا هنا بيان سيغ البي اش ديال هاد لو سيل سي 7. بوركوا؟ باسكو هذا هو أسيد فور كيديكاجي ليا اش 3 أو بليس، وبيان وهذا كيكابتي داك اش 3 أو بليس اللي حصل عليه. يعني في نهاية المطاف ملي كنقولوا حنا بالديفينيسيون القديمة أو اش موان زايد اش 3 أو بليس كتعطينا دوز اش 2O، وبيان نقدروا نقولوا أن هذا كيعطي اش بليس وكي كابتي اللي هو باز كي كابتي. يعني الى حرر هذا مليون هاي كابتي هذا داك مليون اش بليس، وبالتالي ها البي اش نزل وطلع عاوتاني. يعني ها هو هاني حررت دابا اش بليس، هذا نحصل على شحال؟ نحصل على 60 مليار ايون، 40 مليار ايون، نحصل على شحال كاع؟ بس في نهايه المطاف دوك عدد الايونات اللي ديكاجا ليا اش سي ال كي كابتيها ليا الاخر كتكون ليا لو بلس ان سي ال. دونك في هذه الحاله ان سي ال هو نوتر، اذا ما عندوش كاركترستيك بازيك، وبيان فما كيكونش عنده كاركترستيك اسيد. اذا في هذه نهايه المطاف عقلوا عليها مزيان، لي سيل اللي كتكون من لي اسيد فور لي باز فور بي اش تي لو توجو ايغال 7. بون اذا نشوفوا الان ملي كيكون عندي السيل اسيد فور اي باز فيبل. المثال ديالنا اللي معروف بزاف اذا في اسيد فور غادي ناخذ دائما اش سي ال هو لو بلي لو بلي كوني، ثم غادي ناخذ معاه باز فيبل كنخدموا حنا ديال الامونياك اللي هو ان اش 3 باز فيبل. اذا ملي كنخلط هاد المسائل ديالي اللي كتشوفوا قدامي كنحصل على شنو؟ كنحصل على ان اش 4 بلس، وكنحصل كذلك على سي ال موان. متفقين؟ اذا هادو هي هاد الشيء اللي كنحصل عليه ملي كنخلط هاد المسائل هادو. اذا هذا راه في نهايه المطاف واحد السيل نقدروا نديروا بين قوسين، كاين شي وحدين كيديروا فيغول مثلا كيديروا هكا، كل واحد وكيفاش كيخدم. في نهايه المطاف ماذا يعني هذا؟ يعني نحن كنعرفوا مزيان ان هذا شنو هو؟ اسيد فيبل، اسيد فيبل ايوا. و سي ال موان شنو هو؟ سي ال موان ما عندوش دي كاركتيرستيك بازيك. متفقين؟ غادي تشوفوا هادشي ان شاء الله من بعد، ما عندوش دي كاركتيرستيك بازيك. اذا في نهايه المطاف ماذا يعني هذا؟ سوليسيون اسيد سي ملي كنكون عندي ميلونج ديال اسيد فور افيك باز فيبل اش كنحصل في نهايه المطاف؟ كنحصل على بي داك المحلول، داك المحلول اللي كنحصل عليه كيكون بي اش ديالو هو بي اش ديال لاسيد فيبل اللي كونجيكي لهاد باز فيبل هذا. اذا هذا هو البي اش. يعني عقلوا عليها مزيان، اسيد فور مع باز فيبل كيعطيني
واحد المحلول بي اش ديال اسيد فيبل وانتم راه عارفين لي كاركتيرستيك ديال لي اسيد فيبل لا ميم شوز هنايا غادي ناخذ السيل كما كتشوفوا اسيد فيبل اي باز فيبل اذا ناخذ سي اش 3 سي او 2 اش اللي هو معروف سي اش 3 سي او 2 اش اسيد اسيتيك بليس باز 4 اللي هو شكون هو هو ان ا او اش اذا كيعطيني سي اش 3 سي او 2 موان تفقيد اذا زائد ان ا بلس زائد اش 2 حيت هذاك اش اللي شاط ليا هنا مع هاد او اش هي هذه اذا في نهايه المطاف هذا حتى هو سيل ان ا بلس هذا كذلك ما عندوش كاركتيرستيك كما كنقولوا لا ما عندوش كاركتيرستيك بازيك ما عندوش كاركتيرستيك اسيد اذا في نهايه المطاف لي كاركتيرستيك ديال السوليسيون هو لي كاركتيرستيك ديال هذا هذا ما كيتغياجا ما كيدير والو دونك في نهايه المطاف البي اش ديال المحلول اللي كتكون من سيل اسيد فيبل اي باز فيبل اي باز فور باردون هو البي اش ديال هاد لاسيد فيبل صاي اذا بحال الا كتحسب البي اش ديال هاد لاسيد فيبل هو راه البي اش ديال هاد الميلونج هذا اذا حتى هذا كتعتبر سيل اذا الان غادي ننتقلوا اللي فيه الخدمه شويه بزاف وفيه ديمونستراسيون هو كيفاش كنلقاو لي ميلونج ديال سيل اسيد فيبل اي باز فيبل اذا كيبان لي من الاحسن بلاص ما نكتب في ذاك الربع انني نمسح السبوره ونخصص ليه مكان ديالو بوحدو اذا الان غادي نشوفوا السيل اسيد فور اي باز فيبل مزيان اذا غادي ناخذوا السيل ديالنا اللي غادي تكون لنا ببساطه من سي اش 3 سي او 2 اش ومن ان اش 3 اذا حنا عارفين ان هذا سي اش 3 سي او 2 اش عارفين ان هذا شو هو هو اسيد فيبل و ان اش 3 شكون هو باز فيبل مزيان باز فيبل دونك الى رجعنا شويه تاملنا مزيان هنايا اذا نفترض عندنا هاد سي اش سي اش 3 سي او 2 اش درناه بيان سيغ بلس لو لاحظوا معايا سي اش 3 سي او 2 اش بلس اش 2 اذا غنكتبوا هادو باش تعرفوا اذا اش كيعطيني كيعطيني سي اش 3 سي او او موان بيان سيغ بليس اش 3 او بليس ثم نفكروا هاد ان اش 3 تا هو زائد اش 2 اش كيعطيني كيعطيني ان اش 4 بليس زائد او اش موان تفقين اذا في نهايه المطاف اشنو كنلاحظوا كنلاحظوا انه الا جيت بيت لو سيل ديالي اللي غادي تكون لينا من هذا لاحظوا هاد لو سيل حيت غالبا بحال دابا ان ا سي ال كيعطينا ان ا بلس زائد سي ال موان اذا فهاد لو سيل هذا شنو غادي يكون غيكون عندي مثلا واحد لو سيل اللي هو سي اش 3 سي او او ان اش 4 ملي كيدرى ليه دي سوليسيون كيعطيني سي اش 3 سي او او موان بلس ان اش 4 بلس اذا ما نساوش هنا بيان سيغ انه في هاد الحاله هذه انه هنايا كنعتبروا ان هاد الجوج عندهم لي ميم كونسونطراسيون اذا كنعتبروا ان هاد الكونسونطراسيون في هاد الحاله راه كتساوي ليا لا كونسونطراسيون ديال هنا اذا سي سي اذا هنا ملي كطرا ليه لا ديسوليسيون هنا بحال معادله ديال الذوبان متفقين كان عندي واحد التركيز كنحصل على واحد التركيز زائد هاد التركيز هذا مزيان اذا ملي كنديروا هاد المعادله شنو بغينا نبينوا حنا هنا شنو الهدف ديالنا هنا هو كيفاش غنلقاو البي اش هاد البي اش ديال هاد لو سيل اللي كيتكون من اسيد فيبل وباز فيبل كيفاش غادي نلقاو العلاقه ديالو مزيان اذا كما كنشوفوا قدامنا الان الا جينا حنايا نديروا لا ديسوليسيون يعني لاحظوا معايا دابا هاد الجوج كتبناهم باش تعرفوا البدايه من هادو ولكن لاحظوا معايا الانطلاقه ديالي غادي تبدا من هنايا لاحظوا نشد هاد سي اش 3 سي او ام 1 اللي هو باز كونجيكي باز بيان سيغ اذا ملي كنزيد ليه الماء اش كيعطيني كيعطيني سي اش 3 سي او او اش بلس او اش موان متفقين وغنشد هاد ان اش 4 بلس زائد اش 2 اش كيعطيني ان اش 3
زائد اش 3 او بلس مزيان. اذا الان غادي نطبقوا دوك لي غولاسيون ديال الكترونيكاتيفيتي الى اخره. اول حاجه اش كنعرف؟ كنعرف ان لا كونسونطراسيون، نعتبر مثلا هذه كما قلنا ان هاد جوج عندهم نفس لا كونسونطراسيون. اذا في نهايه المطاف اش كتمثل لي السي الى طبقنا ديك الخاصيه ديال لا كونسيرفاسيون دو ماس. لا كونسيرفاسيون دو ماس سي اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا هذا زائد هذا. علاش؟ حيت راه الشيء شفناه انه وحده كتكون فيها السي ناقص اكس والاخرى كتكون فيها اكس، وبالتالي الى جمعتهم كتعطيك السي. اذا في نهايه المطاف السي كتساوي ليا التركيز ديال سي سي اش 3 سي او او موان زائد التركيز ديال سي اش 3 سي او او اش. متفقين؟ إذا هادي ديال ونفس الثاني، وبما أنهم عندهم نفس لي كونسونطراسيون، إذا غادي نقول إيكال إيكال كوا؟ إيكال إن أش 4 بلس بلس إن أش 3. تخي بيان. إذا لاحظوا هنا طبقنا كونسيرفاسيون دو ماس. مزيان. إذا دابا غادي ندوزو لإلكترو نيجاتيفيتي هنايا ديالنا. لاحظوا الإلكترو نيجاتيفيتي غادي نجمع لي زيون بوزيتيف مع لي زيون نيجاتيف. إذا شنو عندي هنا؟ عندي إن أ عندي التركيز. إذا غنكتب هنا إلكترو نيجاتيفيتي، عندي شنو؟ عندي لا كونسونطراسيون ديال إن أش 4 بلس بلس أش 3 أو بلس، لاحظوا معايا مزيان، إيكال أو أش موان إيكال أو أش موان أو سي أش 3 سي أو أو موان سي أش 3 سي أو أو موان. مزيان. إذا حنا عارفين أن لا كونسونطراسيون ديال أش 3 أو بليس هي انفيغيور بزاف على إن أش 4 بليس، لا ميم شوز أن أو أش موان انفيغيور بزاف على التركيز ديال سي أش 3 سي أو أو موان. إذا في نهاية المطاف نقدروا هادو نحيدوهم بحال إلا ما كاينينش، متفقين؟ حيت هادو سون تخي فيبل كنجليجيهم كي بحال إلا ما كاينينش، وفي نهاية المطاف كنحصل على إن أش 4 بليس كتساوي سي أش 3 سي او او موان. طفقين. اذا الالكترونيكاتيفيتي هنايا كما كتشوفوا حصلنا على سي ان اش 4 بلس كتساوي سي اش 3 سي او او موان. باش تنفعني هذه ياك؟ اذا ما نساوش انه الى رجعنا لهنا، مادام ان اش 4 بلس كتساوي سي اش 3 سي او او موان، نقدروا عاوتاني نختازلوا هنا ونحصلوا على علاقه جديده في كونسيرفاسيون دو ماس كتقول لي ان سي اش 3 سي او او اش كتساوي ان اش 3 كتساوي سي. مزيان. اذا علاقه عطات علاقه. دابا الان اشنو بغيت هنايا؟ غادي نبغي نخدم بكا ا ان وكا ا دو. مزيان. اذا عندي هنا دو ايكواسيون غنخدم بكا ا ان وكا ا دو. اذا الا جيت نخدم بهذه بكا ا ان كا ا ان، هتقول لي يا استاذ هدا عليا يا استاذ، هذا راه باز، اذا خصنا نخدموا بكا بي ان، ولكن حيت حنا خدامين بكا ا ان نقدروا نخدموا، راه ان سون باغي، غنخدموا نيت بهادي ديالها، حيت في الاخر في نهايه المطاف هذا حمض، يعني غناخذوا التركيز ديال هذا في التركيز ديال هذا مقسوم على التركيز ديال هذا، ولا بغينا نخدموا بكا بي نخدموا بهذا، ولكن انا بغيت نخدم بكا ا ان وكا ا دو باش ما يكونش عندي ذاك الخلط بيناتهم. اذا غادي نقول كا ا ان اش كتساوي لك؟ كتساوي لي التركيز ديال سي اش 3 سي او او موان فوا اش 3 او بليس ديفيزي سيغ كوا؟ سيغ سي اش 3 سي او 2 اش. مزيان. ولا بغينا نخدمو بكا ا دو هنا غنخدمو بهادي نيت، حيت هذا حمض كا ا دو كيساوي التركيز ديال هذا في التركيز ديال هذا مقسوم على التركيز ديال هذا. اذا ان اش 3 فوا اش 3 او بليس ديفيزي سيغ كوا؟ سيغ ان اش 4 بليس. اذا لاحظوا معايا دابا اشنو الهدف ديالي من هذا الشيء كلشي؟ دابا غيبان لكم كلشي في الاخر. الا شديت كا ا ان فوا كا ا دو اش كيعطيني؟ كيعطيني هذا التعبير مضروب في هذا التعبير هذا. اذا اشنو غيعطيني؟ واحد التعبير كبير غنكتبو اللي هو التركيز ديال سي اش 3 سي او او موان فوا اش 3 او بليس او كاري، حيت هذا في هذا، فوا ان اش 3. ثم في التحت اش غيكون عندي؟ غيكون عندي سي اش 3 سي او 2 اش فوا ان اش 4 بليس. تخا
très bien. Bon, هنايا اشنو كنلاحظوا؟ سي اش 3 سي او او اش كتساوي ان اش 3. اذا سي اش 3 سي او او اش كتساوي ان اش 3. حيد عليا هذه. كتساوي كذلك دابخي الالكترونيك هذه فيتي سي اش 3 سي او او موان كتساوي ان اش 4 بلس. غنحيد هذه. اذا اش كيبقى ليا؟ كيبقى ليا ايكال اش 3 ou plus. Bon, là, H3 ou plus, qui est K1, K2. Il est là, pardon, au carré. Il est trop naqué sur log. Il est là, 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 ديال H3 أو بليس كتساوي ليا موان لوغ كا أن موان لوغ كا دو. إذن هذا كيساوي ليا دو بي أش. إذن كيساوي ليا هذا كتساوي بي كا بي كا أن بليس بي كا أن باردون موان باردون هنا حيت كيمشي موان لوغ كيولي بي كا أن. إذن هذا بي كا أن هذا بي كا أن غتكون بليس. إذا هاد جوج هتولي ليا بي اش كتساوي ليا واحد على جوج بي كا ان بليس بي كا دو. إذا هادو هما المعلومات اون جينيرال باسكو هاد الفقرة هادي ملي كيبدا يشرح الأستاذ في لونفي ليسي ليسي كتجي هي الأخرى. بعض المرات كيعطيها الأستاذ ديريكت كيقول لك فيغيفي له ولا حفظها ولا شي حاجة. حيت لاحظوا حيت المشكلة في هاد الشيمي اون سوليسيون شنو هو؟ فيه الفقرات كيتعاودوا مع الحساب. الاستاذ كيشرح فقره فقرتين كيقول لك انسي دو سويت خدموا نتوما الباقي. متفقين؟ اذا على اي حنا شرحناها باش تستافدوا. اذا البوشون وي. اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. دمتم اقوياء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.